شفنا قبل الفاصل مثال ونموذج للرجل اللي يوقف مع زوجته ويدعمها خاصة في وقت الشدة، حتى بعد ما فقدها بسبب مرض سرطان الثدي هو ما زال واقف معاها وبيدعمها. ولكن للأسف الشديد في الجهة المقابلة في رجاجيل كثير، في رجال كثير سواء كان في المجتمع العربي أو في العالم ككل ينفصلوا عن زوجاتهم أول ما يسمعوا بخبر إصابتهم بهذا المرض، بيتركوهم وقت الشدة وبيسيبوهم لحالهم. إحنا هنا واليوم نبغى نتكلم عن السيدات اللي للأسف الشديد بينفصلوا عنهم أزواجهم أول ما يسمعوا خبر إصابتهم بمرض سرطان الثدي. هل أنت لازم تقولي له وتخبري الحقيقة أم تتكتمي على الموضوع وتعاني بينك وبين نفسك وما تقولي له بس عشان ما ينفصل عنك؟ طبعا هنتكلم في هذا الموضوع أكثر مع ضيفتنا في الأستوديو الأخصائية النفسية عايشة حجازي. أهلا وسهلا أستاذة عايشة، نورتينا. يعني أستاذة عايشة يمكن سمعتي معنا قبل لا نطلع الفقرة هذه أستاذ سامر الكردي كيف كان يعاون زوجته واقف معاها في وقت الشدة لمدة 8 سنوات من إصابتها بالمرض، حتى لما توفت ما زال مستمر في عمل الحملات وحابب أنه يدعم للتوعية بالفحص المبكر. لكن في الأسف الشديد الرجال اللي بينفصلوا عن زوجاتهم في هذا الوقت وقت الشدة إيش نقدر نقول عنهم؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا سعيدة أني معاكم اليوم وفي موضوع يعني الأكتوبر ما شاء الله تبارك الله يعني أبو الأيام العالمية في كل شيء. فهذا الموضوع حقيقي يعني تناقش فيه كثير أنا وقبل فترة بسيطة من مع أحد الزميلات وبرضه مجموعة من الزملاء. لو قلنا انه قبل شويه تفضلتي وذكرتي انه للاسف انه في بعض الازواج يتركون زوجاتهم اذا اصيبوا بالمرض، لا. ايضا عندنا بالجهه المقابله في زوجات يتركون ازواجهم اذا اصابوا باي نوع من انواع الامراض. الاثنين ياخذوا نفس المكان، الاثنين ياخذوا الاثنين في نفس الموقف سيء، الموقف سيء في الاخر. هو شوفي احنا نقول متى نقول انه هو موقف سيء؟ اذا كان الزوج او الزوجه اللي ترك يعني اللي ترك الطرف شريكه الآخر. او ترك الطرف الاخر لعدم وجود اسباب، مجرد انه انا ماني متحمل الحياه معاكي او والله ماني طايق اني امشي معاكي في اجراءات وادويه ومرض وانت تعبانه وانت تعبان وانا عندي قدامي الحياه وابغى اعيش وابغى استمتع. لكن في نوع من الازواج او الزوجات قدرتهم على التحمل، يعني احنا مو كل الناس عندهم نفس القدره على التحمل. صحيح. في ازواج يعني واخر حاله جتني في العياده كان الزوج منهار انه كيف زوجته تركته، كيف زوجته تركته وهو كان عنده يعني مرض ما يعتبر من الامراض المزمنه او من الامراض اللي ممكن تكون خطيره تستدعي انه يعني لا سمح الله قد يفقد فيها حياته. لكن نظل احنا ما احنا عارفين الجانب الاخر كيف يفكر، قد يكون مضطرب، قد يكون تعبان، قد يكون قدرته على التحمل. تعرفون الناس انخلقوا في مستويات في قدرتهم على التحمل. المرأة عادة تصبر أكثر من الرجل، تتكيف مع الأحداث أو تتكيف مع مرض الزوج أو مع ظروف الحياة بشكل أكثر من الرجل. لكن أيضا هناك رجال صراحة يضربون يعني يضرب فيهم المثل في قدرتهم على التحمل والصبر. فهي المعادلة ما نقدر نقول أنه والله للأسف الزوج ترك زوجته أو للأسف الزوجة ترك، يعتمد على حاجتين. الحاجة الأولى نوع المرض، قد نوع المرض ممكن يؤدي إلى نتيجة أن الزوج أو الزوجة يتركوا بعض. أيضا نوع الأزواج أو نوع الزوجات إذا هو عنده قدرة على التحمل. في حاجة مهمة كمان، العلاقة اللي كانت قبل المرض، هل هي علاقة كانت علاقة متوازنة، كان فيها ود وكان فيها سكن، كان فيها حب، كان فيها عطاء متبادل؟ لأنه أحيانا يكون الزوج يحب زوجته بس تعود منها العطاء الدائم، فهو ما عنده حتى إحساس بالمسؤولية. فمجرد ما تتعب أو خلاص ما تبدأ ما عاد يكون عندها القدرة على العطاء أو تمرض أو يكون عندها أي شيء، هو ما يقدر. مسألة نسبية يعني دكتورة. بالضبط، هي مسألة نسبية وتعتمد على أمور كثيرة. يعني ما نقدر نقول أنه دائما الزوج يتخلى ولا نقدر نقول أنه دائما الزوجة مع زوجها. نشوف يمكن أمثلة كثيرة أنه الزوجة مضحية وأمثلة كثيرة صراحة نشوفها في أجيال سابقة وإلى الآن نشوفها، لكن تظل المسألة نسبية. مسألة نسبية وكمان تعتمد ولها ركائز جدا كثير. أنا أشعر صح الإنسان هو عبارة عن كتلة من المشاعر. بالضبط. وفي أشياء كثيرة الواحد يقدر يأخذها بعين الاعتبار. لكن أستاذة عاش احنا مكملين معاك، لكن اسمحي لنا نأخذ معنا مداخلة عبر الهاتف من ناجي أو مصاب بسرطان الثدي بملهمة عبد الله. حياك الله يا ملهمة. أهلا. هلا ملهمة تسمعيني؟
اي موجود. طيب خليني اسمع قصتك لو تحكي لي هي لو سمحتي. هو بعد الإصابة أنا تزوجت بعد إصابة مرض السرطان وتعافيت الحمد لله وكنت في مرحلة فقط العلاج الهرموني الحمد لله. بعدها تزوجت وطبعاً كان هذا الاتفاق بس أنا ما كنت على علم فيه بين أخوي الشخص اللي أنا ارتبط فيه أنه في احتمال كبير ما يكون في إنجاب حسب ما أفاد الطبيب احتمال كبير ما يكون في أي إنجاب. ف بلغوا وكنا اوكي متفقين والحمد لله تم الزواج. بعدها صار في اقرار انه لازم انا انجب. لما رجعت للطبيب حقي فقال لي ممنوع انك تاخذين اي منشطات. انت الان قاعده تستحمل العلاج الهرموني. للاسف صارت مشكله انا زي كذا كثير. حاول قدر الامكان كيف انا امنع لان عارفه نفسي ما اقدر. ما راح اقدر يعني كنت اهم علي صحتي وكان الطبيب يرفض بالاضافه بالاضافه للاساءه اللفظيه اساءات صح اساءات كثير لفظيه بخصوص انه انت ما تنجبين ما في سيد على هالارض اللي ما تنجب مو سيده اساسا تمام مثل مثل الرجال كمان شوي جت اساءه لفظيه على للاسف انه في ثدي مو موجود او بالاصح الحجم يختلف. فبالنسبة لي أنا قررت أنه ينتهي أو أنا أنفصل وكنت ماخذ قرار أنه فعلاً يعني ينتهي الموضوع ما عندي استعداد لا أسامح ولا أي شيء. فانفصلت والحمد لله موجودة أنا طيب. وعايشة حياتي ملهمة. خليني أسألك زوجك إيش كان مبرره وقتها؟ إيش كان يقولك إيش العذر بالنسبة له؟ ما أدري صراحة هو عنده أطفال هو عنده أطفال أنا ما تزوجت واحد ما عنده أطفال زوج عند أطفالي كان يعني كلام أهلي لهم إنه أنت وفنيتك الزواج هذا عشان إنجاب أو يكون في أطفال إنه خلاص يعني ما لك نصيب. فكان في إنه لا إنه ما عندي مشكلة يعني أنا فعلا حاب البنت حاب أرتبط فيها وأنا يعني إيش أقول لك أنا كنت يمكن خايفة تتعب ما أدري إيش اللي موجود. فأوكي يعني مبدئيا أنت فين أنت كأنظمة هنا عندنا كشغلة شرعية أوكي موافقين والوضع ماشي مش عادي. لكن بعد كذا ما في سبب مقنع مو ما في سبب مقنع وانا كان ابدا معي فعلا انا ما ابغى اخذ اي ادويه انا اخترت صحتي وبديت هي في المقام الاول صحتي لان صراحه ما يحس بالنار اللي واطيها انا اللي تعبت صحيح كان يعني الموضوع هذا ما تم الا بعد ما انا خلصت تقريبا 8 سنوات او عفوا 5 سنوات من العلاج وتبقى لي تقريبا كم سنه في العلاج الهرموني وكان الطبيب يوصين انه انا يفضل ويفضل ويفضل بالنسبة لك تسم يعني كثير من أكثر من 100% أنه أنت ما تخذين أي منشطات للحمل ما كان في مبرر. فأنا أخترت يعني مو على كل حالة بنتظر أنه أحد ينهي الحياة أو ينتهي هذه الشراكة هو مجرد عقد وأنا اخترت أنه ينتهي هذا العقد. ملهمة يعني أول شيء ألف حمد لله على سلامتك وأنت قوية وقدها وقدود وما تحتاجي أي أحد عشان يكون معاك لأنه أنت تعالجتي وشفيتي الحمد لله بنفسك بدون أي أحد يوقف معاك. هذه أول حاجة أنا رح أقول لك هي مني أنا. الشغلة الثانية نفسي أعرف من جد إيش أول شيء أطلقتي صفة على أي زوج ممكن يترك زوجته في مرحلة زي كده أو زوجة تترك زوجها في مرحلة زي كده وقت الشدة وقت ما أنا فعلا أكون محتاجتك لأنه العقد اللي بيني وبينك ده بيقول في السراء والضراء أنا معاك واقف جنبك. صح. وإيش كانت ردة فعلك وقتها؟ ما ليش اللي أطلقتي انتظرت شوفي أنا اخترت إنه ينتهي وما حبيت أسمع أي مبررات. أنا اللي كنت قوية في هذه القضية ما انتظرت أعذار لأن المفروض في شراكة في عقد بيني وبينك عقد احترام ومحبة احترام في المقام الأول قبل أي شيء ثاني. وإذا أنت كزوج موقف جنبي وساعدتني إيش أنتظر بعدين؟ شكرا. هذا هو لو كان هو المريض هل أنت طبعا عشان كذا أنا اخترت أن أنا أكون إنسانة سليمة عقليا وجسديا إن أنا موجودة ربي موجود جنبي الحمد لله رب العالمين ما زلت موجودة عايشة الحمد لله إنسانة موفقة عمليا مهنيا إنسانة سعيدة في حياتي بوجود أهلي من حولي وأصحابي الله يكرمها علي إن شاء الله على جميع المرضى بتاعتي. آمين. ملهمة يعني شكرا لوجودك معنا فعلا اسم على مسمى ملهمة يعني وأنا أتمنى لك كل التوفيق وتتعوضي في أحلى أشياء في حياتك بإذن الله. شكرا للمداخلة. أرجع لك أستاذة عائشة يعني فعلا قصتها من جد
تزعج أي إنسان، يعني سواء كان الرجل هو اللي ترك الزوجة أو الزوجة هي اللي تركت زوجها، فالموضوع من جد يضايق، لأنه أنا بيني وبينك شراكة وحياة، في الآخر إحنا شركة في نفس الحياة، مو معناته في الأشياء الحلوة بس، أنت كده معناته هذه مصلحة بتاخدها مني، أنت كده مصلحجي. الزوج أو الزوجة لما ينفصلوا عن الطرف أو الشريك الآخر، إيش تكون ردة فعله الشخص المصاب ده؟ إيش المفروض إنه هو يسوي؟ يزعل، يندم، يسكت، يتكلم؟ يعني أوقات يعني إحنا بنتكلم على حاجة مهمة هنا كمان أستاذة عائشة، هل أنا أروح أقول له إنه أنا مصابة بهذا المرض، أم إني أسكت وأخبي عنه وأتكتم على هذا الموضوع؟ أنا ماني مع السكوت يعني، لكن احنا نقول نرجع نقول انه السكوت هذا يعتمد برضو على شخصية المرأة. في كثير من الستات وكثير من النساء قويات معتمدات على نفسهم، عندهم القدرة على انهم يتعبوا ويمرضوا مع كده ماشين والحياة والأسرة. بس اصلا دكتور عايشة، بس هذا سرطان يعني لا قدر الله بتتعرض لكيماوي شعر حيطية، ما تقدر تسكت. انا معك، انا ماني مع السكوت قلت لك، لكن احيانا تصل المرأة إلى آخر لحظة بعدين تتكلم، أو تصل إلى آخر مرحلة اللي حست فيها أنه هي ما عاد حتقدر أنها تدعم نفسها هذه، أو ما عاد تقدر أنها تعين نفسها، فممكن أنها تتكلم. لكن أرجع وأقول أنه يعتمد كلام المرأة على قوتها وعلى قدرتها على الاعتماد على نفسها وعلى نظرتها على الرجل، لأنها ممكن تتكلم تنهار. يعني أتحمل نفسي وأدعم نفسي وأشيل نفسي وأنا لسه عندي أمل في إنه لو قلت له حيستندني، لكن لو أنا قلت له ووصلت المرحلة إنه ما كان معايا، حيكون الانهيار أكثر وحيكون عدم قدرته على التحمل أكثر. كثير من الـ من الـ من النساء ما شاء الله تبارك الله يعني دخلوا في أزمات زي كده وطلعوا منها زي ملهمة. صدقوني لو أقول لكم إن الرجال يدخلون في أزمة أكثر من المرأة، الرجل إذا تركت زوجته يدخل في أزمة أكثر من المرأة. أستاذة عايشة، أي إنسان، ما هي دي طبيعة بشرية، أكيد هو هينصدم. نعم زي صحيح. ما هي هتنصدم، لكن المرأة تكيفها وقدرتها على الحياة أقوى، وتعدد الأدوار اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها، في عندها مهارات كثيرة تخليها تخرج من الأزمة بسرعة، أو إنها ما تتوقف كثير عند رفض الرجل لها. صحيح صحيح. طبعا برضو ارجع اقول لك هي مساله نسبيه، لكن الغالب الاعم من النساء يوقفوا على رجولهم. انا بس عندي تعليق بسيط بالنسبه للرجال اللي يتركوا زوجتهم في حاله المرض، انا احس انه هو من حقه، ما اقدر اعتبر انه هو رجل اناني كشرع. الاثنين سواء كانت الزوجة أو الرجل، نعم، شرعا هو من حقه، حتى الزوجة من حقها، نعم، إذا كان زوجها مريض تقدر تروح تطلق نفسها من غير أي التزامات. فأنا ما أعتبر أنه هي، إحنا يمكن نأخذها بطريقة عاطفية شوي، صح يا عبير، أنه هذه عشرة مواقف وعيال وبيت وأسرة، لكن إذا الشخص ما يقدر يتحمل الطرفين، قدرته على التحمل، أنا أرجع أقول هي قدرة الإنسان، هو يكون في انفصال ودي، في نعم انفصال، يعني انت نعم مكانتك عزيزه وغاليه وكذا، بس انا شخص مثلا ما يتحمل، او انا شخص ما اتحمل. طب يا جماعه، فمعنى الحب يعني في حب بين الزوجين دكتور عائشه؟ انا احس يعني انه الزواج غير قائم على حب، قائم على موده واحترام وتعود اكثر. في نقطه كمان مهمه، معنى الحب فضفاض، اي مصطلح الحب فضفاض، وجعلنا بينهم موده ورحمه. صحيح، المودة والرحمة مفتاح واسع وكبير، إنه الزوج يتحمل زوجته والزوجة تمام تتحمل زوجها. لكن يا جماعة ترى إحنا برضو عندنا قدرات، ترى هي سمات شخصية. صح صح. نرجع قد ينفصل عنها وهو ميت فيها ويحبها ويفضل يتواصل معها، ما هو قادر يتحمل، ما هو قادر يتحمل عدم وجودها في حياته، فينفصل عشان يبعد، عشان هو يعيد توازن نفسه، وقد ينفصل عشان مصلحتها هي، عشان هي تعيد توازن نفسها. كثير من الحالات ما نقول انه هو السيناريو واحد، ما نقدر نقول ان السيناريو واحد. مصطلح الحب قد يخلينا نسوي اشياء احنا نشوفها ما هي حب، كيف سابها، كيف تركها، كيف في امس الحاجه له، طب هو من كثر ما بيحب ما يحبها ما هو قادر يتحمل يشوفها تعبانه. صحيح. قدرته على التحمل ما ساعدته، قدرتها على انها تشوفه ضعيف برضه، لانه احيانا ترى المراه عندها استعداد من رجل يتركها بس ما يكون ضعيف، صح، وهو يعيش معاها، لانها تعودت على ان الرجل يكون قوي، وتعودت على الرجل انه يكون دائما هو يسندها، ف
شعوره بالضعف أهون عليه أنك تسيبني بس ما تكون ضعيف أنت معايا. يمكن، بس أنا يعني ما كنت ولا زلت وما زلت مقتنع أنه وراء كل رجل عظيم امرأة، يعني هو ممكن يوقف على رجله ويرجع مرة ثانية من أول وجديد. أنا يمكن شوية عاطفية، يعني دائما أحس أنه لا، الحب والاحترام والتفاهم والتبادل ممكن يخلوا الاثنين الزوجين سواء كان رجل أو مرأة أنا معاك يقدروا يتجاوز المرض أو يتجاوز. أنا معاك مليون في المية غزل، لكن إحنا نقول هي تظل مسألة نسبية. صحيح، معنى الحب ترى يختلف من أشخاص لأشخاص. في ناس عندهم الحب عاطفة وانفعال، أحبك هدايا وروحات وجيات وفي مناسبات وروحة، لكن معنى الحب ترى أعمق، ترى الود والسكن والرحمة، وهذه كلمة الحب تظل نسبية. أنا أحبك عشان أنا أجد فيك جسد جميل، أجد فيك امرأة جميلة، قد ينهار مع المرض. في حب شكل، في حب أنا مسنود فيكي، في حب قدرتك على أنك تخرجيني من الأزمات صح تساعدني. فالحب أنواع ويظل كمان الحب نسبي. عشان كذا لا نعول كثير على العاطفة، لا نعول على كثير أنه والله هو يحبني ما حيسيبني، أو أنه والله إحنا بيننا أشياء مرة حلوة إحنا أخذنا عن بعض عن علاقة. لا، أمور الحياة أكبر. صحيح. أمور الحياة، وأيضا نرجع سمات الشخصية، قيام، تنشئة الاجتماعية، التربية الوالدية، فترات العمر اللي مر عليها الإنسان. ممكن يكون كل حياته عذاب، بعدين جاء أخذ هذه الإنسانة وبدوا حياتهم كويس ومشوا، فهي مرضت كمان أرجع للعذاب. فلا، خليني على الأقل. هنا دكتورة مسحة. يمكن كثير يلتبس عليهم الموضوع، ما يفرقون بين الحب والمواد. يعني الزواج بعد فترة معينة بيصير ألفة ومودة. نعم. يعني ما في شيء اسمه حب. نعم. بالنسبة يعني من وجهة نظري ترى الحب هو انفعال، يعني يجي في وقته فترة وبعدين يبدأ ينزل. والله في الزواج أنا ما أبغى حب أصلا، حتى لو كان رؤى حب شكل مثلا، الشكل بيروح يعني في نهاية المطاف بيروح. نعم. بس بنكمل معاك كذا الموضوع، بس نطلع فاصل صغير. تمام. وراجعين من جديد. تمام. رجعنا لكم من جديد مشاهدين، لكن هذه المرة في فتوى أباحت للمرأة إنها ممكن تقدر تخفي حقيقة مرضها عن زوجها. عشان نتكلم في الموضوع ده بشكل أشمل وأوسع معايا عبر الهاتف الأستاذ محمد القحطاني، مستشار الأسرة. أهلا بك أستاذ محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، في البداية إيش هي حقيقة هذه الفتوى؟ ما هي حقيقة هذه الفتوى اللي هي أباحت للزوجة إنها تخفي حقيقة مرضها عن زوجها؟ أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مسألة إخفاء مرض الزوج عن الزوج، جميع جمهور العلماء بل المذاهب يحرمون ذلك. تمام. يحرمون إخفاء مرض الزوجة وكذلك مرض الزوج في الجهة المقابلة، وهذا إذا كان هذا المرض يمنع قيام الحياة الزوجية أو الاستمتاع كلا الطرفين ببعض. والله عز وجل يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها، فمن قال في سياق الآية وجعل بينكم مودة ورحمة. جميل. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. طيب دكتور، عفوا أستاذ، أبغى أسألك، إخفاء المرض الزوج أو الزوجة عن زوجها ممكن أنه يلحق الضرر فيهم؟ ممكن أنه نعتبره خداع على أنه هو ما علمني بمرضه، أنه يخدع زوجته أو الزوج أو العكس؟ قطعا يقوم، نعم يقوم من الغش، هذا ما يجوز. طيب يمكن يجوز. خوف لابد سمي؟ يمكن خوف أنه يتركها. لا، مو هذه قضية، هذا من حفظ الشريعة. أوكي. والإسلام لحقوق الطرفين، احنا ما نتكلم عن الزوجة فقط، حتى الزوج طبعا أكيد. لذلك ابن القيم في الزاد، زاد المعاد. نعم. يقول والقياس أن كل عيب ينفر الزوج من الآخر ولا يحص به المقصود من النكاح والمودة والرحمة يوجب الإخبار بهذا المرض. صحيح. يوجب الإخبار بهذا المرض ويوجب الفسخ إذا أراد. طبعا إذا كان لها
إذا كان على القواعد المشروطة ما يكون عنده خبر قبل العقد، أيضا ما يكون عنده عفوا ما يكون المرض موجود قبل العقد، وما يكون عنده علم بالمرض قبل العقد. ثم بعد ذلك إذا علم بعد ذلك إن أراد أن يمسك وإن أراد أن يصلح، وهذا المأمول. جميل. طيب أستاذ محمد، تخلي الزوج عن زوجته في وقت المرض ما يعتبر أنه هو أتخلى عن حاجة أو أساس من مبدأ أو أسس أنه الرجال قوامون على النساء؟ طب هو كده كأنه يعتبر أنه هو أتخلى عن حاجة هي من شؤونه ومن واجباته. قطعا الرجال قوامون على النساء، صحيح، هو من حقها إذا كانت في كنفه وصارت زوجة له لابد أن يقاتل المودة اللي ذكر الله عز وجل في الكتاب والرحمة، ما هي؟ هي عطف القلوب على بعضها والشفقة، ها، وأن يرحم بعضهما بعض، أن يصيبه سوء. لا، التخلي عنها غير مسألة أنها تخفي عن المرض، إذا تخلى عنها هذا إفقاط شيء من حقوقها. نعم صحيح، إفقاط شيء من حقوقها وجوبا عليه، هو المكلف. لذلك الشريعة لما حفظت الحقوق في حقوق الزوج عند الزوجة، حفظت حقوق الزوجة عند الزوج. بل لو قدر الله أن هنالك قرية كل الموجود فيها رجال وماتت الزوجة، لا يغسلها لا الأب ولا الأخ ولا الابن، فقط الزوج. شوفي هذا الأمر الذي أفضى الله عز وجل للزوجين. وكذلك بالكفة الأخرى، لم إذا مات رجلا في قرية لا يوجد فيها رجال وفي القرية نساء، لا يغسله إلا زوجته. جميل، يعطيك العافية أستاذ محمد، شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا. هلا بك، هلا وسهلا. طبعا نرجع للدكتورة عايشة، حياك الله دكتورة. دكتورة سمعتي أستاذ محمد إيش يقول؟ أنه هذا تخلى عن واجبه، يعني ممكن أنه تصير حالات زي، لا مش ممكن، أكيد صارت حالات زي كذا، بس أبغى أعرف بعد ما هم ينفصلوا إيش يصير في الأولاد. بغض النظر، إحنا نتكلم عن شخصين، عن حياة. تعرفي عبير، يعني ساعات لما يجيك المرض ما يهمك الأولاد كثر ما يهمك علاقتك فيه، صح ولا لا؟ يعني أبغى أعرف لأن ما بعد إيش يصير، يرجع يعتمد على هي مدى انسنادها عليه. إذا كانت بطبيعتها قبل المرض مسنودة كثير عليه أو معتمدة كثير عليه، فهذا حيتعبها كثير عشان تتجاوز هذه المرحلة. يعني هي حتتجاوز صدمتين، صدمة المرض وصدمة أنه تركها، وكلاهما أقسام من الآخر. لكن إذا كانت هي طبيعتها قاوية نفسها ومعتمدة على نفسها في أمور صلبة كثيرة، أكيد حيضايقها وأكيد حيألمها، لكن الألم بيكون أخف، الألم بيكون شوية مختلف. وأرجع وأقول أنه كمان الرجل إذا سابت زوجته في مرحلة التعب أو في مرحلة المرض، هو الرجل طبيعته قوي ويتحمل ومستقل بطبيعته، ولكن نرجع للعاطفة. إذا كان متعلق فيها عاطفيا، والتعلق يختلف عن الحب، التعلق ترى أكثر تعب من الحب. أحبك بيني وبينك أشياء نتفاهم فيها، أقدر أتحمل أقدر، لكن لما أكون متعلق فيك رحنا لين مستوى الاتجاه المرضي اللي التعلق يتعبه كثير. فإذا كان متعلق فيها حيتعب فوق المرض اللي هو مرضه. الرجال بطبيعتهم ما يتجاوزون الأمور بسرعة، خاصة في حكاية أنه تكون يحبها أو متعلق فيها عاطفيا. عارفة أستاذ عايشة، يعني أنا يعني عذرا على قطعك، لكن ممكن أنه يكون في هذا الموضوع، بما أنه حتى الشيخ بيقولك هذه الفتوى أصلا لا، ولازم تقول له لازم لا يخفي الزوج أو الزوجة أحد فيهم المرض عن الثاني. نعم. يكون في إفصاح عن المرض، يكون في استشارة أسرية بعد كده إذا هم حابين يكملوا أو حابين ينفصلوا. من بعدها عشان على الأقل الأسرة الأولاد ما يطلع الولد مثلا يشوف أبوه أو يشوف أمه انفصلت عن أبوه يتأثر نفسيا للأسف الشديد، ممكن سبب لمشاكل في التكافل الأسري. يعني صحيح سيدة عايشة، مرة شكرا تواجدك معنا. بس في نقطة، مستوى الوعي أصبح عند الأزواج مختلف، فتلاقينهم يجون يقدمون استشارة عند المستشارين الأسريين عشان يطلعون من هذه الأزمة. صحيح، ما هي هذه أهم حاجة كنا بنقولها كمان في فقرتنا، أنه لازم يكون في استشارة أسرية. نعطيك ألف عافية. الله يعافيك، جد أثريتيني اليوم. شكرا لكم، شاكرة لكم. مشاهدين، إحنا نطلع فاصل وأكيد مكملين معكم.